تصوروا يا إخوان، لو أنني لما حضرت إلى الجمعة وقد توضأت ولبست الشراب، مر بي وقت العصر ولم أحدث، مر بي وقت المغرب ولم أحدث، مر بي وقت العشاء ولم أحدث، يعني أنا على وضوئي من يوم الجمعة. هذا كمثال. نمت، فلما قمت بالليل أو قمت لصلاة الفجر مثلا في الساعة 5 فجرا، الشراب علي من حين ما أتيت لصلاة الجمعة، لكني لم أحدث، استمريت العصر والمغرب والعشاء. الآن نمت النوم ناقض للوضوء أحدثته، هنا لما جاءت الساعة 5 فجرا من يوم السبت، مع إن لبست الشراب من حين ما أتيت للجمعة، جاءت الساعة 5 فجرا من يوم السبت مسحته. المسح هنا على حدث، يستمر معي المسح إلى الساعة 5 فجرا من يوم الأحد.